أعزائي الطلبة، نرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا اليوم هو للصف الثالث الثانوي الأدبي، وعنوانه شعوري، نص شعري للشاعر نديم محمد. شاعر سوري ولد في قرية عين شقاق بمحافظة اللاذقية، وتميز عن أبناء جيله بطفولة قلقة مشاكسة، ولكنه كان أليفا صافيا صفاء الطبيعة التي احتضنته بأبوة وحنان. تعلم القراءة والقرآن في القرية على يد شيخ الكتاب، ثم أرسل إلى بانياس ليتعلم قواعد اللغة العربية، ومنها إلى مدرسة الفرير في اللاذقية. وفي عام 1926 أرسل إلى مدرسة اللايك في بيروت، ومنها إلى فرنسا لإتمام الدراسة في جامعة مونوبليه، وحصل على الإجازة في الأدب العربي، ثم انتقل إلى سويسرا لدراسة الحقوق، لكنه عاد لأسباب خاصة من دون أن يكمل دراسته. اتسم بحسه الرهيف ومعاناته التأملية العميقة. له عدة مجموعات، منها فراشات وعناكب، فروع من أصول، ومجموعة آلام التي أخذ منها هذا النص. مدخل إلى النص. دأب الشعراء الرومانسيون على تمجيد الألم بوصفه باعثا على الكتابة والتوهج الإبداعي، لذلك نراهم يعطون قيادة نفوسهم للشعور، فتنساب أشعارهم مخضلة بالدموع، متوجة بالآهات والأحزان والشكوى، مستنبطة خزائن اللاشعور، كاشفة عما توارى فيها من حب مخفق وآمال منكسرة وأمنيات خائبة، وهذا ما سعى الشاعر إلى بثه في تضاعيف هذه الأبيات. قصيدة بعنوان شعوري للشاعر نديم محمد. يا شعوري، يا حية تنفث ثم فيجري في القلب من ألف نابي، كبرت فيك علتي وتناهى فيك حزني وطال فيك عذابي، أي عرق لم تلتهمه وعظم لم ترعه بعاصف أو شهاب، شهد الحب تركت لأثوابي من الجسم غير جلد خرابي، لو بغير الهوى يطاولني الدهر لأركزت في النجوم قبابي، ولجررت برد لهوي على البدر، ولطمت خده بدعابي، ولطوفت بالنعيم فرشتني حسان النعيم بالأطياب، ونسجت الأصيل ثوبا ونقشت حوى فيه بالندى والملابي. نشرح الآن بعض المفردات التي وردت في النص. تنفث بمعنى تنفخ، تناهى بلغ نهايته. العلة المرض، جمعها علات وعلل. ترعه تخفيه،
الشهاب الشعلة الساطعة من النار وجمعها شهب. أركزت ثبتت قباب مفردها قبة وهي الخيمة. البردي ثوب مخطط جمعها برود. الدعاب مرادفها المزاح. الأطياب مفردها الطيب وهو كل ما يتطيب به من عطر وبخور وعود. الأصيل الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. والجمع أصائل. الندى المطر والجمع أنداء وأندية. الآن نجب عن بعض أسئلة هذا النص ونبدأ بمهارات الاستماع ونجيب عن بعض أسئلة الفهم والاستيعاب. أولا اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. يتناول النص موضوعا اجتماعيا وطنيا ذاتيا قوميا، والإجابة الصحيحة هي ذاتيا. بدأ الشاعر في النص مستبشرا منكسرا طريبا متمردا، والإجابة الصحيحة هي منكسرا. ثانيا مهارات القراءة. القراءة الصوتة. اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب. الفكرة العامة التي يدور حولها النص. تجد عزيز الطالب من خلال فهمك للنص أن الفكرة العامة التي يدور حولها النص هي المعاناة بسبب الإخفاق في الحب. ثانيا ما مصدر معاناة الشاعر وما الذي منعه من تجاوز هذه المعاناة؟ مصدر معاناة الشاعر في النص هو مشاعره المضطربة وآماله المنكسرة وأمنياته الخائبة، والذي منعه من تجاوز هذه المعاناة عجزه عن مقاومة مشاعره وضعفه أمام الحب. الاستيعاب والفهم والتحليل. المستوى الفكري. استعن بالمعجم في تعرف معنى الأصيل في كل مما يأتي. قال نديم محمد ونسجت الأصيل ثوبا ونقشت حوافيه بالندى والملابي. وقال أحمد شوقي أوضع لسانك واللغات فربما غنى الأصيل بمنطق الأجداد. معنى كلمة الأصيل في بيت الشاعر نديم محمد في جملة نسجت الأصيل ثوبا هو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. أما معنى كلمة الأصيل في البيت الشعري الخاص بالشاعر أحمد شوقي في التركيب غنى الأصيل بمنطق الأجداد، فالأصيل هنا نقصد بها الإنسان الشريف. السؤال الثاني كون معجما لغويا لكل من المعاناة والسعادة ثم حدد المعجم السائد منهما. المعاناة ألفاظ حية السم حزني خراب علتي عذابي. أما السعادة فالألفاظ التي تنتمي لهذا المعجم هي النجوم قبابي النعيم حسان الملابي. ونجد أن المعجم الأول وهو معجم المعاناة قد طغى على المعجم الثاني وهو السعادة، فالشاعر يعاني ويتألم ويعيش حالة من الحزن والحرمان. ثالثا اذكر الفكرة الرئيسية لكل من مقطعي النص مستعينا بالمعجمين السابقين. المقطع الأول فكرته الرئيسية معاناة الشاعر واشتداد آلامه.
أما المقطع الثاني ففكرته الرئيسية سعادة الشاعر لولا آلام الحب. رابعا، وضح الآثار النفسية والجسدية التي تركها الشعور في الشاعر كما ورد في المقطع الأول. ستجد أن الآثار النفسية كانت هي الحزن واستمرارية الألم بسبب تلك المعاناة، أما الآثار الجسدية فهي نفث السم، التهام العروق، تخريب الجلد والعظام. خامسا، انتابت في المقطع الثاني الشاعرة رغبة عارمة في تجاوز الحرمان وإنكار الألم، وضح ذلك. في العودة إلى المقطع الثاني سنجد أن الشاعر ذكر أن لولا الحب لكان قد ركز قبابه في النجوم وتباهى على سطح القمر وداعب خده وتنعم بالعيش مع الحسناوات ونسج من الأصيل ثوبا له مزينا أطرافه بقطرات الندى والطيب. استنتج الظاهرة النفسية التي يطرحها النص. نجد أن الظاهرة النفسية هي معاناة نفسية وجسدية عميقة مصدرها الحب المخفق والأمنيات الخائبة والآمال المنكسرة. المستوى الفني، بين وظيفة استعمال الشاعر لحرف الشرط لو في التعبير عن أزمته النفسية. تذكر عزيزي الطالب أن لو من أدوات الشرط الغير جازم، ولو هو حرف امتناع الامتناع. نجد أن حرف الشرط لو قد عبر عن معاناة الشاعر وضعفه وحزنه، فعبر عن عدم تحقيق آماله بسبب معاناته من الحب الذي حاربه الدهر به وعجز الشاعر عن التغلب عليه. ثانيا، ما دور كل من الخبر والإنشاء في تفسير الحالة الشعورية التي تكتنف الشاعر؟ نجد أن الخبر قد ساهم في تقرير حقيقة معاناته ونقل الحقائق والمشاعر الكامنة من حزن وخيبة وتقرير حقيقة السعادة لولا الحب. أما الإنشاء فقد وضح الانفعالات العاطفية الشديدة في نفس الشاعر من حزن ومن ومشاعره المضطربة، فالشاعر متألم وحزين وخائف. ثالثا، استعمل الشاعر الرموز، بين أثرها في التعبير عن حالاته النفسية مع مثال مناسب لذلك. نجد أن الرموز قد استطاعت التعبير عن حالة الشاعر النفسية، إذ رمز للعذاب بالحية وللسعادة بالنجوم، وهذه الرموز كشفت معاناته كما كشفت أحلامه السعيدة التي يسعى إليها. رابعا، تأثرت الصورة بمعاناة الشاعر النفسية وأمانيه المكبوتة، مثل لكل منهما، مبينا ما عكسته من أحاسيس ورغبات مختزنة في اللاشعور لدى الشاعر. سنجد أن من الصور التي عبرت عن معاناة الشاعر النفسية قوله شعوري حية، ونوع الصورة تشبيه بليغ، إذ شبه شعوره بالحية التي أفرغت سمها في جسده فقضى عليه وأنهك جسده. أما الصورة التي عبرت عن أمانيه المكبوتة لطمت خد البدر، إذ شبه البدر بالإنسان الذي له خد، ونوع هذه الصورة استعارة مكنية، عبر من خلال هذه الصورة عن سعادته المفقودة في الواقع والتي بقيت حلما يسعى إليه الشاعر ولكن تحقيقها محال. وقد أدت هذه الصور وظيفة في التعبير عن مكنونات اللاشعور، إذ
تجرد من حسيتها واصطبغت بما أطفاه اللاشعور عليها حتى باتت خير معبر عن الأفكار اللاشعورية التي يحولها اللاشعور إلى صورة يقتحم بها ساحة الوعي ورقابته الصارمة. خامساً، جاءت الموسيقى الداخلية والخارجية استجابة لانفعالات الشاعر المحتدم. ادرس ذلك من خلال عناصر الموسيقى الداخلية وروي الباء المكسورة. عناصر الموسيقى الداخلية متنوعة في النص، ومنها استخدام الحروف الهامسة في البيت الأول مثل حرف الشين وحرف الحاء وحرف الفاء وحرف الثاء. ونجد أيضا من مصادر الموسيقى الداخلية تكرار حرف العين في البيت الثالث: عرق، عظم، ترعه، عاصف. وأظهر كل منهما لوعة الشاعر وحزنه المكبوت. أما حرف الروي الباء المكسورة فقد أسهم في إظهار انكسارات الشاعر وآلامه. سادسا، قطع عروضيا صدر البيت الأول ثم سمي بحره. سنجد أن البيت الأول في النص مدور، أما تقطيع صدر عجز البيت عروضيا فهو بالشكل الآتي: يا شعوري يا حية تنفث السم. طبعا التفعيلة الأولى يا شعوري وزنها فعيلات، أما التفعيلة الثانية يا حية وزنها مستفعل، أما التفعيلة الثالثة تنفس السم فعيلات. وبهذا فإن النص من البحر الخفيف. وفي الختام نرجو أن يكون طريق آئن الطلبة مفروشا دائما بالتفوق والنجاح المستمر.